سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الحرم القدسي الشريف في بيت المقدس، ونلتقي معكم على آيات الله البينات تتلى من هذه الرحاب الطاهرة، لتكون لنا وللمؤمنين جميعا خير زاد نتزود به في هذه الأيام المباركة وفي كل يوم من أيام حياتنا، ولتكون لنا دستورا نسير على نهجه في حياتنا كلها. سيداتي وسادتي، المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس يغص بالمصلين الذين يصومون رمضان ويؤدون فرائض الله فيه. جاءوا كلهم من كل أنحاء بيت المقدس ومن أنحاء الأردن المختلفة لينصتوا إلى تلاوة مباركة من كتاب الله الكريم، يرتلها المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني
علي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك رب ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال
وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قميصه بدم كذب وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجيء السيارة فأرسلوا الله يفتح عليك.
والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه حسنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت أبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها
نفسه وغلقت الأبواب وقالت هئت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد إذا لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد
جئت من دبر؟ قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. إن هذا إلا ما كنت كريم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود
قد شغفها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصب ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا سيداتي وسادتي استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من آيات الله البينات، رتلها المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس. أيها الإخوة المؤمنون، تحية لكم من هذه الرحاب الطاهرة، وعود بنا إلى إذاعة المملكة.